حاملا معه هموم وطن، توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى البصرة فور عودته لأرض الوطن قادما من واشنطن. الزيارة جاءت من منطلق إدراك الكاظمي لأهمية البصرة ولخطورة ما تمر به من أزمات. اليوم وجودنا في البصرة هو مو حدث طبيعي، جايين استثناء. رئيس الوزراء شخص بشكل واضح خلال لقائه القيادات الأمنية بالمحافظة مواطن الخلل في الملف الأمني بالمحافظة في ظل جرائم الاغتيال المتعددة التي طالت الناشطين والتهديدات التي وصلت إلى بعضهم. هناك اختراقات، هناك إخفاقات في حماية أمن المواطنين. خلال أسبوع عمليتين بشعة قام بها المجرمين باغتيال شبابنا ولدنا، ومع الأسف الشديد لم نرى عمل بمقدار حجم هذه الجريمة. تحقيق الأمن وفرض هيبة الدولة يتطلبان رجالا لا يعرفون الخوف، وهنا كان الكاظمي صريحا في مخاطبته القيادات الأمنية في المحافظة قائلا إنه لن يقبل بأي تهاون. الخائف مكانه مو يعني حقيقة أقولكم، خوف مرة من عصابات مرة من عشائر، هذا مو دور قائد ميداني يحمل رتبة ويحمل علم العراق وشرف العراق. من هذه اللحظة غير مقبول هناك تهاون أو خطأ، أقولكم بكل صراحة، والقائد اللي راح يفشل يتحمل فشله، ما يبقى مكانه. الكاظمي وجه اللوم بشكل مباشر للمسؤولين الأمنيين بشأن تجول مركبات لا تحمل أرقاما في البصرة، مؤكدا أن الأحزاب لا يحق أن تكون غطاء للأعمال الخارجة عن القانون. ليش هو ترباحها 100 سيارة وقفتوا؟ ليش اللي يجي الوزير بنفسه؟ شنو الأحزاب؟ ما عنده حق، هذا حق الدولة فقط ويشرع بقانون. ليش التساهل؟ محطة تحمل الكثير من الرمزية توقف عندها رئيس الوزراء بزيارته بيت الشهيدة ريهام يعقوب التي أقسم أمام عائلتها بأن المجرمين لن يفلتوا من العقاب. قسما بدم الشهيدة ودم كل شهداء العراق، المجرمين سوف لن يفلتوا من العقاب. لم يفت الكاظمي التأكيد بأنه لا يهدف إلى الانتقام، بل إن اهتمامه ينصب على تحقيق العدالة. لا أنت ولا أني نفكر بالانتقام، نفكر بالعدالة. دمها ميروح حدر، لا المجرمين يفلتون إن شاء الله وسوف نلاحقهم في كل مكان. كلمتان فقط لخص من خلالهما الكاظمي أسباب الأزمات المتراكمة منذ سنوات، وهما سوء الإدارة. الشغلات هاي يعني ما جاية فهمنا لجتنا، يعني شلون دخلت المجتمع ما جاية. هاي سوء الإدارة هي تسوي شيء. قرارات وإجراءات ستتمخض عنها زيارة رئيس الوزراء إلى البصرة ستظهر نتائجها جلية للمواطن البصري والعراقي قريبا، لتعيد للبصرة وشط عربها ونخيلها الوهج الذي حاول البعض إطفاءه.